السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. في الفيديو اللي فات عرضت 20 قص حمام لاحم للبيع، والحمد لله اتباعهم تقريبا كلهم. في ناس دفعت فلوس حمامها والتأخير من عندهم هم مش من عندي. لكن البداية هقولك إيه اللي حصل، في حاجة مضايقاني ولازم أقول لكم عليها. قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. بعد ما عرضت الحمام واحد شخصي من الاشخاص، طبعا انا بصور الحمام في مكانه، كل حاجه على الطبيعه زي ما انتم عارفيني طريقتي اللي ما حدش بيعمل بيها اصلا في بيعه الحمام اللاحم ولا غير الحمام اللاحم. اي حد بيصور لك قص حمام كده يقول لك القص الحمام ده للبيع، لكن انا بالحمد لله لله الحمد انا بصور لك القص ده واقول لك ده معاه زغليل او معاه بيض، وانت بتشوفه على الطبيعه زي ما بتشوف بالظبط كده. لما بقول لك القص ده معاه زغليل بقول لك بالظبط اهو معاه زغليل ومعاه بيض لاحم هتزايد على بيض بالطريقه دي، مفيش معاه. بنقول لك القص ده لسه شباب ولسه بنجهزه للبيع. عايز بقول لك استنى لما القص ده يحصي ورقده على البيض. لكن مش معنى ان انا صورت لك الحمام ومعاه البيض او معاه الزغليل ان انا بقول لك ان انا هسلمك بالبيض وبالزغليل. الموضوع ده بيكون صعب بالنسبه لي. شوف انا بعمل ايه، انا دلوقتي صورت الحمام ده كده بالشكل اللي حضرتك شفته ده، عرضته لك للبيع. لو وليكن ان انا عرضت اللي في السلكات دي كلها زي ما عملت في الفيديو اللي فات، تمام؟ فبفضي السلكات من الحمام. بوقت ما بصور الفيديو صورت الحمام ولبسته الدبل وشلته من السلكات، خدت البيض اتصرفت في البيض اتصرفت في الزغليل، المهم ما بقاش البيض، ما عرفش البيض نهو، لان انا ما قلتش ان انا هسلم لك البيض ولا الزغليل. فكون ان انت تقول لي انا عايز البيض والزغليل، ماشي انا بدي البيض والزغليل للناس اللي هي قريبه مني، انا ما اعرفش ان انا هبيعهم فين لسه. انا صورت الفيديو وهقول لك انا حطيت الحمام فين، تعال اوري لك الحمام انا بسيبه فين. ده المكان اللي انا بجهز فيه الحمام الشبابات. انا حطيت معاه الحمام اللي هو لسه ما تسلمش اهو، شوف حضرتك اللي انا ملبسه الدبله الصفرا يومها، القص ده مثلا قص منهم، وهتشوف اهو بعد كده اهو ده فرد منهم اهو اللي في رجليه الدبله الصفرا اهو، كل اللي في رجله دبله صفرا ده اللي هو انا ما بعلمه بيه وشلته خلاص من السلاكه، وشلت البيض وشلت الزغاليل اهو. شايف الحمام اللي مش اخد على المكان ده؟ اهو ده، ده الحمام اللي لسه اصحابه هتيجي تستلمه، بس هو متباع ولسه على التسليم. وزي ما قلت لك البيض والله اقسم بالله ان انا وزعت منهم في نفس اليوم او تاني يوم اللي عندهم الحمام، قلت له تعالى خد البيض والزغاليل دي علشان بدل ما يموتوا عندي فانا لازم اتصرف فيهم واكون جاهز. لان انت مثلا جيت لي قول لي انا عايز الوقت يا عم مصطفى اجي استلم منك الحمام، اقول لك طيب ساعه وتعالى، في الوقت ده هشيل البيض ومن تحتهم اوديه فين؟ فلازم اتصرف فيه من بدري. اما انت تيجي سعادتك يكون الحمام جاهز اقدر اشيل الجوز بتوعك بسرعه واحطهم لك في الكرتونه او ليك قصين 3 4 5 اقدر اجهزهم بسرعه، لان الموضوع بياخد مني وقت. هل هو كده بس؟ لا، برضه بيفيد عندي لما يكون مثلا 20 قص زي دول او 18 قص زي دول فيه بيض وفيه زغليل. بعمل ايه؟ تعال نشوف انا بعمل ايه. مثلا قص زي ده، قص زي ده اهو انا محضن مثلا تحته، هو دلوقتي معاه 3 زغليل اهو بسم الله ما شاء الله، هو راقد على حصفه اهو ومعاه الزغليل تحت اهي. ده قص تاني نشوف كده معاه ايه اهو، هتلاقيني حاططهم 3 و4. هتقول لي اهو نشوف ده كام، حتى انتوا مزاجل على لاحم هنشوف كده اهو، شايفين اهو دولي معاه 4 اهو. طيب هم مش حجم واحد، هقول لك دلوقتي انا بعمل ايه عشان برضو انا بحاول ان مفيش زغلول يموت او بيضه تبوظ، لكن انت هتاخدهم هيبوظوا عندك. هي الحكايه مش طمع وخلاص ان انا اديلك وخلاص، لا انا بديهم للي يقدر او اللي عنده بيض في نفس الوقت متباض او زغليل فاقسه في نفس الوقت يقدر يتصرف. تعالى شوف هنا ده قص لاحم سيلفر اهو، شوف انا حاطط له بيض تاني كمان غير بيضه، بص تحته كام بيضه، 4 بيضات. اما يفقسهم انا هقدر اتصرف معاهم. هنا القص اللحم ده معاه ايه اهو، نشوف معاه كام زغلول، شوف انت بنفسك. القص ده معاه ايه هنشوف، طبعا هو معاه بيض اهو، معاه 3 بيضات ومعاه زغلولين. هتقول لي ما يقدرش، ايوه ما يقدرش، وهم لو فقسوا مش هيبقوا في نفس الوقت، بس انا كل هدفي اني انقذ البيض وانقذ الزغاليل. البيض ده بعد كده ما يفقس انا هنقله هتصرف فيه، مش هسيبه مع بعض، اهم حاجه اسيب الزغاليل في حجم واحد. او ان انا هساعد ازاي؟ شوف حضرتك ده الميكس، انضف ميكس في مصر اشتغلت بيه، رغم ناس كتير هتزعل مني. الميكس ده
اسمه هانا ميكس من عند الاستاذ اشرف خضير، مش دعاله بس هو الحقيقه يستحق كل خير. الميكس ده الفتره دي انقذ لي حوالي 40 زغلول اللي هو بنقل وبحضن. انتوا عارفين في الفتره اللي فاتت بات حمام لحم كتير، بسم الله ما شاء الله الميكس ده كان ممتاز لكنه اتحسن اكتر واكتر. ربنا يبارك لك يا حاج اشرف. اهو اشرف خضير اهو، شفت ازاي هانا ميكس. ولازم طبعا يكون عندك المبسم السيليكون ده اللي بيركب على السرنجة، شايف زي ما حضرتك شايف المبسم السيليكون ده طري كده يخش للزغلول اللي هو من عمر يوم. طبعا عملنا فيديوهات كتير اتكلمنا على موضوع التأكيل اليدوي من الزغلول من عمر يوم، حتى الفطام طبعا في فيديوهات كتير او ارجع لها. وقت ما ركبتها كده تأكل بيها الزغلول من عمر يوم، ما بتضرش الزغلول في اي حاجة. لكن انت لو ما عندكش حمام رائد في نفس الوقت هعطيك بيض تعمل بو ايه، هتبوظه بس ما يبقاش يعني تاخد بيض وتبوظه على الفاضي، او تاخد زغليل تموت منك يبقى حرام عليا ما اعطهم لك، اعطيهم للي هيستفاد بيهم. اما انا والله ما قلت، انا بصور لك عشان تكون شايف ان هو حمام شغال فعلا حقيقي، انما ما قلتش ان انا هعطيك البيض ولا الزغليل. الناس اللي معانا من زمان عارفه الكلام ده. طب انا بقول ليه؟ لما تكتب لي تعليق او تكتب لي على الواتس وتقول لي المصداقية فين المصداقية، عايز ايه مصداقية اكتر من اللي احنا بنعمله ده، ان انا بصور لك الحاجة اللي انت هتاخدها على طبيعتها. لو والله اقسم بالله لو هو مش شغال بقول لك القصر ده مش شغال او بيبيض بيضة واحدة، وحصلت كتير. اول شغله ناس بتلاقي اشتغل بيض بيضة واحدة اقول لك لا ما تاخدوش، بيض طلع فارغ بقول لك لا استنى شوية مش جاهز. الناس اللي بتستنى وعارفة الحمام انا بعمل ايه مع الحمام. في كمان السرنجة دي برضه من عند الاستاذ اشرف خضير، ما اعرفش هو جايب الحته السيليكون دي منين، صراحه ممتازه جدا بتاكل الزغاليل طبعا الزغاليل الكبيره بنفس الميكس ده. هتشتري الميكس من هناك وهتشتري دي، لكن محتاج خبره يا جماعه، التاكيل اليدوي محتاج خبره. طب ايه اللي يخليك تاكل الزغاليل وتموت منك؟ ان الميكس ما يكونش مظبوط اللي انت عامله، او انك تعمل بميه بارده، او مثلا عملت الميكس سميك، كل الحاجات دي تخلي الزغاليل تموت منك. ولو مليت الحصل قوي على الاخر هيموت برضه. طيب هنا اهو ده انا هنا حاطط تحته معاه اربع زغاليل اهو، هتقول لي ما يقدروش. ايوه ما يقدروش وهم في البدايه، لكن وهم كبار كده بسيبهم لهم بياكلوهم، لما بيكبروا كده هم بياكلوهم، لكن وهم صغيرين لا ما ينفعش تسيب اربع زغاليل وهم صغيرين. ممكن من عمر اسبوعين بسيبهم كده. هنا برضه حاطط ثلاث بيضات، لكن اهم شيء في الموضوع ان انا بحط البيض اللي هو متباض في نفس اليوم. انت هتاخد بيض وقاعد تحسب لي، يعني اللي هو قاعد يحسب لي البيض متباض يوم امتى وقاعد مسجلهم ان هو يستلم البيض، ورغم ان هو اشترى الحمام وسايبه عندي حوالي مثلا خمس ايام وبيحسب ان هو، يعني انا بكبرهم لك انت سايبهم عندي بكبرهم لك وبعدين تاخدهم وتقول لي المصداقيه. لا انت اشتريت عايز البيض وعايز الزغليل، خد يا عم بيض كمان بزياده بس خده وقت ما اشتريت الحمام، ما تسيبهمش عندي لما كبرهم لك. ممكن يبوظهم يعني عندي او عندك يعني مش مشكله، ممكن تاخدهم انت ويبوظهم يعني مش مشكله. انا والله اقسم بالله بشحتهم. ده مثلا برضو اهو ده بيض وزغليل، اما نشوف كده ما شاء الله مأكلينه. ده مش واكل طبعا، انا بمر مره واحده بس في اليوم بالليل بسيبهم لهم وقت النهار، بالليل كده بطلع اخد لي سهره اشوف اللي مش مأكلين وباكله. المهم مره واحده مر عليه طالما تحت الاهالي، بعد كده اللي لقيه اكل بسيبه. وده بيض لما يفقس برضه هنتصرف معاه، او البيض اللي انت هتاخده سعادتك انا بحضنه لك اهو لحد امتى ما تستلمه. هنا برضه تحت القص ده بسم الله ما شاء الله اهو تحته كام، تحته ثلاث زغاليل ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده انا بوريك انا بعمل ايه بس. كل ده انا بعمله عشان احافظ على البيض وعلى الزغاليل، مش عشان ان انا عايز البيض ولا عايز الزغاليل. انا لما هعطيك البيض وهعطيك الزغاليل بس انت تقدر تحافظ عليهم يعني هتريحني، لكن ان انت تقول لي المصداقيه، المصداقيه ايه يا اخي؟ يا اخي حرام عليك، الكلمه دي تعبتني قوي. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.